السلام عليكم اخوان، كديرين؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. اليوم في هاد لا فيديو هذا جبت لكم واحد السلعه زوينه، سلعه ديال تركيا، سلعه اللي مليحه، لي سويت اللي هما ملاح، اشكال مختلفه، شوب كاليتي، كلشي كيميز هاد السلعه اللي جبت لكم اليوم بالجوده والملوحيه والكاليتي ولي طاي كاملين من السمول حتى للدوبل اكس ال. سويت الاخوان او المونطوني كيف كنقولوا، كيف ما كتشوفوا على الشاشه، موديل واحد ولكن الوان مختلفه، اشكال زوينه وخطيره، والثوب صبن ولبس. قبل ما نمشيو نشوفوا هاد الوينات اللي جانا بها هاد السويت هذا، حاولوا تابونوا عندنا في القناه وديروا لنا لي لايك، وما تنساوش تخلوا لنا لي كومونتير او التعاليق ديالكم، راه كتهمنا مزيان باش حنا نردوا عليكم ونعرفوا الاقتراحات ديالكم، وتشاركوا كاملين الافكار ديالكم وديالنا ان شاء الله ونخدموا عليها. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. هاد السويت الاخوان جاكم مجموعه ديال الاشكال، عندنا الوي الاول كيف ما كتشوفوا، الوي اللي هو مليح وزوين نقي، صاله مليحه، ثوب جي قلب بيدك الثوب اللي هو قطن وزوين الداخل ديالو كيف ما كتشوفوا. وغنوريكم بان هاد السلعه هادي راه ديال تركيا كيف ما كتشوفوا على الشاشه، وراه غنخليها لكم يعني مصوره بوحده باش تبان لكم مزيان، كاليتي مليحه وثوب زوين. هذا بالنسبه اللون الاول اللي عندنا كيف ما كتشوفوا قدامكم. اللون الثاني الاخوان هاد الزريق هذا اللي هو داخل فيه الخضار، داخل فيه السيال بلو مارين، شي حاجه زوينه ناضي حتى هو. لي طاي كيف ما قلت لكم كيبداو من السمول حتى الدوبل اكس ال، وتوب مليح. الوي الاخر الاخوان اللي عندنا بدلين حتى في الزواقه، الا شفتو مزيان انتبهتوا معايا، الزواقه كلشي ناضي. بالنسبه للباندا ومن بعد ان شاء الله غندوزو عليه ملبوس، شوفوا في المانكه كيفاش كيطيح في الفصاله ديالو. ربما هنا غير بغيت نوريكم الالوان باش ما نطولش عليكم لا فيديو، شوفوا الخدمه، شوفوا الثوب. نمشيو دابا الوي الاخر الاخوان، عشاق ديال الزيتي، العشاق ديال الخضار، داخل فيه واحد الكري في الزواقه، يعني شي حاجه زوينه. وهاد لافونتاج ديال هاد السلعه هادي كتخليك تلبسها مع اي حاجه، ربما الالوان اللي فيها ضروره تكون عندك شي بياسه اللي غتلبسها معاه. شوفوا معايا الخدمه كي دايره، شوفوا معايا الفصاله كي دايره، شوفوا معايا كلشي كلشي ما تزقلو حتى حاجه. الوي الاخر الاخوان كلهم الوينات زوينين، وجاكم مجموعه ديال الالوان، هادشي علاش بغيت نوريهم لكم كاملين وندوزو عليهم. واللي عجبتو شي حاجه راكم عارفين كيف مالفين، تسكرينيها وتلوح عليا في الواتساب ونقول لك شنو كاين. العشاق ديال البوردو كيف ما كتشوفوا، البوردو داخل فيه شويه الخضر، الباندا بوردو كيف ما كتشوفوا، داكشي اسورتي ما كاينش الغلط، كلشي ناضي كلشي مريقل. وعندنا هاد البوردو الاخوان حتى هو ماشي بحال الاخر اللي داز دابا، ولكن زواق اخرى وخدمه اخرى، الوينات كلهم زوينين وناضين. واخر لون عندنا الاخوان هو هاد الزريق هذا بالكري، ربما كيبان لكم نتوما راكم كيتشابهوا ولكن كاين الفرق بيناتهم، خدمه زوينه ونقيه. ودابا الاخوان من بعد ما شفنا هاد اللوينات كاملين، غنمشي دابا نضربوا واحد الدوره على هاد البياسه هادي، نشوفوها ملبوسه، الشكل ديالها، الخدمه ديالها، الخياطه كيفاش جاتكم، وان شاء الله نخدموا لا فيديو بالثمن. وقبل ما نمشيو نشوفوا هاد السويت هذا ملبوس في المانكا، ديرونا لي لايك غير للتحفيز، تخلونا لي لايك ديالكم وتخلونا التعاليق ديالكم، وما تنساوش تابونوا عندنا في القناه وحاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. تريكو الاخوان كيف ما كتشوفوا قدامكم، الفصاله ديالو، الزواقه ديالو، او المونطوني او السويت كيف ما كنسموه كاملين، الفصاله لاكوب ديالو كيفاش كطيح. نبداو باول حاجه الباندات ديالو، الباندات من يعني من الجوده الممتازه اللي ما كتيره ما والو، الخدمه فينيسيون، الخياطه كيف ما كتشوفوا، الباندا ديال تحت، الخياطه اللي دايرين ليه هنا شوفوها من اللور حتى هي، شوفوا الخياطه كي دايره. المهم الناس ديال الحريفيه او الخياطه راه كيعرفوا هذه الخدمه هذه. الباندا ديال اليد الاخرى حتى هي كيفاش كطيح، يعني ما كتيره ما والو. الخياطه ديال الكتاف الاخوان او ديالكم كيف ما كتشوفوا كتجي مخدومه ومفينيه، والخياطه ديال الكتاف كيف ما كتشوفوا شي حاجه مزيانه ومليحه. العنق ندورو عليه تاهو بشويه بشويه، شوفوا الخياطه ديالو. والناس اللي عندهم المشاكل يعني كيف ما كيبغوش داك الكول اللي طالع حتى الفوق ولا كيقجو ولا شي حاجه، راه هذا هو المونطوني ديالو، مريح في اللبسه، اليز، ك
كتلبس التريكو وانت مرتاح. الفصالة هي الأهم. شوفوا لي الظهر ديالو كيفاش كيطيح. المهم البيسة فيه زوينة، البيسة فيه زوينة ومليحة. نشوفوا دابا الظهر ديالو كيفاش كيطيح. الظهر ديالو الإخوان كيف ما كيبان لكم، أنا كنبغي نقرب لكم أي حاجة باش تشوفوها مزيان، وبحال إلا عندي في المحل. هذا هو أهم حاجة عندي في هاد القناة هذه، أي حاجة كنديرها خاصني نوريها لكم عن قرب وتشوفوها مزيان. الفصالة كيفاش كطيح، النوع ديال التوب رحنا هضرنا عليه وشناه. إوا غنخلي لكم واحد البعض من الألوان ديالو، ندورو عليهم توا نقربوه لكم. كيف ما كتشوفوا الألوان قدامكم باش تشوفوا الفرق بيناتهم. اللوينات اللي هما زوينين كلهم ملاح، الزرق مفتوح، كريم مغلوق، البوردو، الزيتي اللي شناه دابا في المانكاه، هذا الزرق هذا، وتويبات صراحة تويبات اللي هما ملاح وناضين. شوفوه من الداخل، شوفوا التوب ديالو كيدير، ما كيحبب ما والو، المونطوني اللي هو مليح. وبالنسبة للامارك ديالو راه اللي كاينه في التيكيتا راه هي اللي كتبان لكم هنا. وكتلقاو فيه ماد ان تركي كيف ما كتبان لكم. المهم نتمنى تبان لكم مزيان ماد ان تركي. والتيكيت ديال تركيا راه باين، ولا مارك ها هي في التيكيتا. اي حاجه كتبان لكم في التيكيت هذا. وهنا الداخل كيف ما كتشوفوا، ولي طاي كاملين. هذا بالنسبه للاكس ال، فيه الدوبل، فيه لارج، الميديوم، سمول، كلشي كاين الاخوان، ومرحبا بالجميع. عدد اللي هو محدود ومزيان، مزيان بالنسبه للكليان ديالنا، راه مزيان لهم التسليعه هذه، وكلشي مزيان. هادشي اللي كنبغي، نبغي نجيب لكم احسن ما كاين في السوق، والسلعه اللي كتعجبكم ان شاء الله وتعجبكم. نحاول نجيب لكم شي حاجه اللي غتعجبكم، ولا ما كانتش حاجه مزيانه راه ما غنديرهاش لكم وما غنصورهاش اصلا. ايوا هذا هو اللي كاين، كانت عندنا هاد السلعه اليوم. المهم الاخوان شفتوا هاد البيلات هادو، شفنا يعني هاد التريكوات، هاد السويت، هاد المونطوني، هذا شي حاجه اللي مليحه وزوينه، لاكوب مزيانه، وخدمه ناضيه، وموديلات اللي هما مزيانين. المهم حاول ما نطولش عليكم لا فيديو، جاتكم مجموعه ديال الالوان وكاليتي اللي ما تذاكروش، صبن ولبس. وكيف ما عودناكم ديما، السلعه المليحه وثمن مناسب، هذا هو اهم حاجه في هاد السلعه هادي. ايوا الاخوان دابا وصلنا للمرحله الاخرى وهي المرحله ديال الثمن، وما تنساوش ديرنا لي لايك وبالي وديرنا واحد لايك باش نمشيو للثمن، الثمن ديال هاد السلعه هادي والثمن ديالكم نتوما. وانتم يعني عارفين بان السلعه ديال تركيا راه ولات قليله وكتطلع بواحد الثمن اللي هو غالي، ولكن كنحاولوا نجيبوا يعني نقلبوا على شي حاجه اللي مزيانه وبواحد الثمن اللي هو مناسب لينا وليكم نتوما. كتبقى لكم الثمن ديال هاد السلعه هادي، والثمن الاخر ديالها هو 150 درهم، ثمن ديال العشاق ديال المليح وديال الكاليتي، واللي باغي يلبس ويتهلا في راسه. وجاكم مجموعه ديال لي طاي، يعني سمول، ميديوم، لارج، اكس لارج، ومجموعه ديال الالوان. هذا هو المهم في هذه السلعه هذه. وكنت سبقت الاخوان وقلت لكم راه غتجي واحد السلعه ديال الجيل اللي هي مليحه وسلعه ناضيه، جاتنا، ولكن جاتنا في واحد الوقت اللي هو معطل. ان شاء الله انتظرونا غدا في نفس الموعد بهاد السلعه ديال الجين، وحاولوا تفرجوا في هذاك الفيديو ديال الجين، راه غيعجبكم السلعه وغيعجبكم الثمن. واللي بغى شي حاجه ما يتعطلش، اغتنموا الفرصه. ولي طاي كاملين الناس من 36 يعني طرونت حتى الوقيله تقريبا حتى الكارونتويت، الناس كلبسوا 48، الطايات كلهم كاينين، وجاكم بثلاثه الاشكال خطيره. وتمتعوا ليا مع راسكم، وما تنساوش نفس الموعد ان شاء الله غدا هاد السلعه هادي. اللي بقى لي الاخوان، كان معكم عبد الواحد من قناه جاري برو. اخر الكلام واجمل ختام هو الصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.